الأخبار من الراي. أهلا بكم في نشرة أخبار الراي، أصحابكم خلالها محمد السداني. وبداية دوما بأهم العناوين: الغانم يودع جائزة التميز البرلماني في الرصيد الكويتي. الخالد يستهل قانون جمع السلاح بمخاطبة آل الصباح. إذا تأخرت الحكومة في أيضا عدم التزامها في تقديم هذا القانون قد يكون هناك تأزيمة. تعاون المجلسين قيد الإشادة والحكومة مطالبة بالزيادة. يحل محل مجلس النواب المنحل. بيان الحوثيين: مجلسان رئاسي ووطني وحل للبرلمان. الأردن يتوعد واليورو يرصد وداعش يتربص بالمزيد. أي شيء يتكون من القمح هو اللي سبب هذه الحساسية. الأعراض مثل آلام البطن، انتفاخ، غازات، تغيير بعادات ذهاب لدورة المياه. ضوء على السيلياك بين الأسباب والأعراض والعلاج. وفي النشرة: طائرة بجميع ركابها ثمن سيلفي القبطان. بالفخر وبالتثمين والاعتزاز، رد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على التهاني والتبريكات بمناسبة منحه جائزة التميز البرلماني العربي، مؤكدا أن اختياره شهادة للبرلمان الكويتي وليس له شخصيا. الغانم قال أيضا في تصريحه إن مشاعر الترحيب بمنحه الجائزة من كافة المستويات وعلى رأسها شهادة أمير البلاد وولي العهد أثلجت صدره، موضحا أن الجائزة ليست تكريما لشخصه فقط، وإنما هي أيضا لأعضاء مجلس الأمة، وهي تكريم للمجلس ودوره الفاعل والحيوي، ويمثل اعترافا مستحقا بالدور البرلماني الكويتي في تبني ونصرة القضايا العربية العادلة على مدى أكثر من 50 عاما. مع قرب تطبيق قانون جمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات، وجه وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد كتابا إلى الديوان الأميري يدعو فيه أبناء الأسرة الحاكمة للمبادرة بتسليم ما لديهم من أسلحة وذخائر غير مرخصة لمراكز جمع السلاح التي سيعلن عن أماكنها، وذلك قدوة منهم لكل المواطنين والمقيمين. وقالت إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية إن تلك الدعوة تأتي في سياق قانون جمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات بجدية وشفافية تامة ودون استثناء على الجميع، وإضافة إلى كونها خطوة استباقية ذاتية تأتي مع قرب صدور القانون المعني وتنفيذه بحزم. إنجازات عدة لمجلس الأمة قيد الإشادة والمبادرة أو المباركة النيابية المصحوبة بآمال دفع الحكومة لعجلة التطبيق والتفعيل بالتوازي مع حركة البرلمان. وفي السياق أوضح النائب عبدالله الطريجي في تصريح له أن مجلس الأمة ينتظر عدة قوانين، معتبرا أن تأخر الحكومة في تقديم البديل الاستراتيجي قد يؤزم العلاقة بين المجلسين ويهدد الانسجام الذي خيم على الفترة الماضية. في الفصل التشريع الأول كان هناك يعني إنجازات كثيرة من المجلس، وأيضا كنا نتمنى أن الحكومة أيضا تكون وتيرتها نفس وتيرة إنجازات المجلس. أنا باعتقاد أن دور الانعقاد الحالي في الفترة القادمة سيشهد إما تأزيما أو يشهد أيضا انسجاما آخر. هناك عدد من القوانين ينتظرها مجلس الأمة، وخاصة القرارات الشعبوية ومنها أيضا عملية البديل الاستراتيجي. إذا تأخرت الحكومة في أيضا عدم التزامها في تقديم هذا القانون قد يكون هناك تأزيما، أما إذا قدمته في موعده الفترة القادمة أعتقد سيكون هناك أيضا نوع من الانسجام.
إنشاء محكمة الأسرة وتوزيع فروعها في أرجاء المعمورة أمر مرحب به، وهو إنجاز يحسب للبرلمان على حد تعبير النائب صالح عاشور الذي تحدث أيضا في تصريح للراي عن بعض ملاحظاته على القانون، لافتا إلى تحفظه على المادة 13 من القانون والمتعلقة بتمييز الأحكام المخالفة لقانون الشريعة الإسلامية. كان عندي ملاحظة حول المادة 13 بالنسبة متى يتم تمييز الأحكام. ما نص عليه عندما تكون مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية. تحفظي إحنا مع أحكام الشريعة الإسلامية خصوصا في قضايا الأحوال الشخصية، ولكن إذا تعارضت كذلك إذا كان الحكم مخالف لأصل القانون أو هناك مبررات قانونية تستدعي، بحيث يكون القضية المادة 13 مادة شاملة ويتم التمييز فيها على هذا يعني على الأساس الدستوري القانوني، بعيدا عن الخلافات في الفتاوى أو في الآراء الشرعية التي جزء منها لا تختص في موضوع القانون بقدر ما تختص في الأحوال الشخصية. عضو لجنة المرافق العامة النائب نبيل الفضل كشف عن سعي اللجنة لغربلة القانون القائم والحافل بالثغرات والمواد الرمادية على حد وصفه، والتي يترتب عليها غالبا إزالة وسقوط المخالفات التي تفرضها الجهات الحكومية قضائيا. وفي تصريح للرأي ينشر مفصلا بعدد الغد، أوضح الفضل أن تعديل القانون يستهدف إدانة أصحاب البناء المخالف بشكل واضح وبما يحول دون إلغاء قرار هدم البناء المخالف أو قطع التيار الكهربائي عبر القضاء. في صنعاء أصدرت جماعة أنصار الله التي تمثل الحوثيين إعلانا دستوريا وصفته بأنه ينظم لقواعد الحكم خلال المرحلة الانتقالية بتشكيل مجلس رئاسي ومجلس وطني وحل البرلمان اليمني. وذكر الإعلان في مادته الخامسة أن اللجنة الثورية العليا هي المعبرة عن الثورة، وتتفرع عنها اللجان الثورية في المحافظات والمديريات، ويرأس اللجنة محمد علي الحوثي. وقضى الإعلان بأن تشكل اللجنة الثورية بقرار منها مجلسا وطنيا انتقاليا يحل محل مجلس النواب المنحل، ويحق للجنة الثورية ضم من تريد. ونص الإعلان أيضا على أن يتولى رئاسة الجمهورية مجلس رئاسة مكون من 5 أعضاء ينتخبه المجلس الوطني، وتصادق على انتخاباتهم اللجنة الثورية. صدر بالقصر الجمهوري بالعاصمة صنعاء بتاريخ 17 ربيع الثاني 1436 هجرية الموافق 6/2/2015 ميلادية. رئيس اللجنة. الضربات الجوية التي شنها الطيران الحربي الأردني على مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية ليست سوى بداية الانتقام، حسب ما أعلن وزير الخارجية الأردني ناصر جودة، والذي أوضح أن ذلك بداية الانتقام من التنظيم جراء حرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة حيا. وبدورها نقلت وسائل إعلام ألمانية عن استخبارات بلادها تحذيرا يفيد بسعي التنظيم إلى اختطاف سياح خليجيين سعوديين وكويتيين من بيروت عمان وشرم الشيخ وبعض الأراضي المصرية للضغط على حكومات بلادهم المشاركة في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. وقد خصص اليوم الاتحاد الأوروبي 1 مليار يورو إضافية للتصدي لتهديد تنظيم الدولة. وقالت جمعية إحياء التراث الإسلامي إن حرق الطيار الأردني عمل إجرامي لا يجوز أن يفعل بكافر محارب للمسلمين، فكيف إن كان مسلما؟ في باكستان قال السفير الكويتي نواف العنزي إن سيارة أحد دبلوماسي القنصلية الكويتية في كراتشي قد تم استهدافها بطلق ناري وهو في طريقه إلى منزله، موضحا أن الدبلوماسي الكويتي لم يصب جراء الحادث وهو يتمتع بالصحة والعافية. كما أشار السفير الكويتي إلى أنه على الفور تم الاتصال بالجهات المعنية الباكستانية لإبلاغها بالحادث والطلب منها تحمل مسؤولياتها لحماية البعثة ودبلوماسييها كونها البلد المضيف.
بالتعاون والتنسيق بين كل من جمعية الكشافة الكويتية والسفارة الأرمينية انطلقت فعاليات ماراثون الإخاء والمحبة الذي يقام ضمن فعاليات الاحتفال بالأعياد الوطنية لدولة الكويت. وقد انطلق الماراثون صباح اليوم برعاية رئيس الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب عضو مجلس الأمة الكويتي النائب عبدالله الطريجي، والذي أكد أن هذه المشاركة تعكس احتضان الكويت لجميع الجنسيات دون أي تفرقة. أنا سعيد اليوم بتواجدي برعاية ماراثون الأخاء والمحبة اللي يقام ضمن فعاليات أيضا احتفالاتنا في العيد الوطني وعيد التحرير. واليوم هذا الماراثون طبعا يقام بتنسيق بين الأخوان في السفارة الأرمينية والجالية الأرمينية وجمعية الكشافة الكويتية. وإن دل على شيء هذا الترتيب لهذا المهرجان يدل على العلاقات القوية التي تربطنا مع أخواننا في الدول أيضا الشقيقة والصديقة في الكويت. والله الحمد عندما نجد هذا العدد الكبير من الجالية الأرمينية موجودة داخل الكويت يدل دلالة واضحة على أن الكويت دولة حاضنة لجميع الأخوان الوافدين من أغلب الدول داخل الكويت. وأنا أيضا أتمنى إن شاء الله أن تتكرر هذه اللقاءات مستقبلا. ارتفاع أعداد الإصابة بمرض السيلياك أو حساسية القمح تدفع إلى ضرورة مواجهته بالتوعية اللازمة للحد منه قبل انتشاره في المجتمع. تقرير لمحمد الحياري. بالآلاف أصبحت أعداد مرضى السيلياك أو حساسية القمح، فمن 10,000 مصاب في العام 2010 إلى 68,000 مصاب خلال منتصف العام الماضي، بزيادة قدرت بسبعة أضعاف خلال 4 سنوات. ويعتبر غياب التوعية بحساسية القمح وأسبابها وأعراضها سببا مهما في ارتفاع هذه النسب. ممكن جهاز المناعة يكون هو سبب أساسي، بس كان في محفز أو تريجر سواء من أكل أو شيء يخلي الجهاز المناعي يشوف الجهاز الهضمي غريب عنه، فيبدأ يهاجمه يؤدي إلى مثلا ضمور بالخلايا أو ضمور بالغدد اللي تساعد في امتصاص الأكل. الأعراض مثل آلام البطن، انتفاخ، غازات، تغيير عفوا بعادات ذهاب لدورة المياه من إسهال عادة، وممكن يكون إمساك عفوا، بالإضافة إلى بالنسبة حق الأطفال ممكن يصيب الأطفال فيكون عندهم مشكلة في النمو ومشكلة في الطول وما إلى ذلك. أمراض عدة ربما يصاب بها مريض السيلياك متأثرا بأعراض المرض ومضاعفاته قد تصل إلى الإصابة بأمراض خبيثة في الأمعاء الدقيقة مستقبلا. ممكن أن هذا الشخص يتعرض مستقبلا إلى أمراض خبيثة تصيب الأمعاء الدقيقة، هذا بالنسبة حق الجهاز الهضمي كمضاعفات نقول خطيرة. لكن هناك في بعض المضاعفات الأخرى مثل فقر الدم، مثل مشاكل في العظام والعضلات. السيلياك أو المرض المعروف بحساسية القمح يدفع المصاب به إلى الابتعاد عن كل الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين، فستغيب عن مائدة المريض أصناف عدة من الأطعمة ربما لم تغب عن مائدته يوما، فيضطره الأمر إلى سلوك المخرج الوحيد للعلاج وهو اتباع الحمية. الحمية بحد ذاتها هو حجر الأساس وهو العلاج الأساسي، لأنه عبارة عن حساسية أطعمة، فالعلاج أدوية لا يوجد أدوية بالنسبة حق هذه الأشخاص. يسمونها حساسية القمح، فموجود في دقيق القمح الطحين اللي أي شيء يتكون من القمح هو اللي يسبب هذه الحساسية. وطبعا في بعض أنواع الحبوب الأخرى، يعني مثلا موجود في الخبز، موجود في مثل المعجنات الأخرى، موجود في المعكرونية ومشتقاتها. فالمريض عنده جانبين، يا أنه يتفادى هالأمور تماما أو أنه يلقى البديل. الآن في مثل طحين آخر يصنع من مادة أخرى خالية من مادة الجلوتين اللي هي أيضا هي المادة الأساسية في القمح اللي تسبب الحساسية. ارتفاع أعداد الإصابة بمرض السيلياك محليا يؤشر إلى ضرورة مواجهته قبل انتشاره باتباع الأنماط الغذائية المعتبرة طبيا، وذلك قبل أن يضطر مريض السيلياك من حرمان نفسه من العديد من الأصناف الغذائية. محمد الحياري، الرأي.
سلسلة مطاعم سميت في ماسكورت هي إحدى ثمار تطبيق المشاريع الصغيرة والمتوسطة دون الاستعانة بالبنوك، وتندرج تحت بند تطبيق برنامج بناء الاقتصاد ومشاريع دون الرجوع للدولة، كما تحث على تشجيع الشباب الطموح بأن يتقدموا بأفكار جديدة، وتشجع أيضا على الاستثمار فيما تتجاوز سلسلة مطاعم ماسكورت 15 مطعما، حيث تختص بتقديم الوجبات المميزة والجديدة والطازجة. اليوم عندنا افتتاح سلسلة مطاعم ماسكورت. ماسكورت هي بالضبط يعني كانت احد المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونفتخر ولله الحمد ان قدرات ذاتية دون الاستعانة ببنوك او دون الاستعانة بالدولة، وقدرنا ان نطبق برنامج اللي هو بناء اقتصاد ومشاريع دون الرجوع حق الدولة. تقدر تشوف النجاح اللي حققناه، كان سلسلة مطاعم تتجاوز 15 مطعم. السلطات الأمريكية قالت إن السبب الرئيس وراء سقوط طائرة كلوراد التي تحطمت في مايو الماضي وقتل جميع ركابها هو التقاط صورة سيلفي، بحسب تقرير جديد أصدره مجلس سلامة النقل الأمريكي الوطني. وأشار التقرير إلى أن الطائرة التي سقطت في مدينة واتكنز كان طيارها الوحيد منشغلا بالتقاط صورة سيلفي، ما أسفر عن تشتت الانتباه، وفي تلك اللحظة انحرف مسار الطائرة وتسبب في سقوطها وتحطمها. الخام مجددا تحت 50، تابعونا في الصفحة الاقتصادية بعد هذا الفاصل. أهلا بكم إلى الصفحة الاقتصادية. مرة جديدة هبط سعر برميل النفط الكويتي دون حاجز $50 بعد أن انخفض بمقدار $2.39 ليستقر البرميل عند مستوى $48.28 وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي أسواق النفط العالمية تسبب تصاعد أعمال العنف في ليبيا إلى جانب إجراءات تحفيز من جانب البنك المركزي الصيني بتوقع أن تعزز الطلب على النفط في ارتفاع أسعار النفط التي قفزت أكثر من 4%. في عمان أعلن المدير العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي عبد الرحمن العون أن حملة المساعدات الكويتية 18 تشمل 1600 أسرة سورية في الأردن. وقال العون إن الحملة التي ينظمها الهلال الأحمر الكويتي وصلت إلى الأردن على 4 شاحنات تبلغ زينة كل شاحنة 20 طنا، وتشمل مواد غذائية وملابس متنوعة وبطانيات ومخدات، وتستهدف 3 مناطق في الأردن هي الطرة وإربد شمال المملكة وأم الرصاص في الوسط. تعادل بطعم الخسارة، التفاصيل في الصفحة الرياضية بعد هذا الفاصل. أهلا بكم إلى الصفحة الرياضية. أنقذ البديل خالد عجب فريقه الكويت من خسارة مؤكدة أمام فريق السلمية بعدما أدرك التعادل في الوقت بدل الضائع لينتهي اللقاء بهدف لكل منهما، وذلك في افتتاح القسم الثاني من دوري فيفا لكرة القدم. تقدم أصحاب الأرض بالهدف الأول عن طريق المحترف الإيفواري كيتا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء سكنت المقص الأيمن لحارس مرمى الكويت مصعب الكندري، قبل أن يسجل البديل خالد عجب هدف التعادل مستغلا تباطؤ دفاع السلمية. وبهذه النتيجة يرفع الأبيض رصيده إلى 32 نقطة، بينما رفع السماوي رصيده إلى 28 نقطة. هو المنقذ حقيقة، أعتقد محمد إبراهيم يفكر أنه ينزل هذا اللاعب، كان يفكر في الإنقاذ لأنه لاعب إنقاذ نزل في إحدى. الحمد لله والشكر للرب، هذا ثاني مرة يعني نتقدم على كام ودقة 90 تعادل اليوم مع الكويت. مباراة حلوة كانت الطرفين، أعتقد كنا إحنا نستحق الفوز، نادي الكويت نادي كبير. اليوم السلمية منافس قوي إن شاء الله على كل البطولات، لكن إن شاء الله نعالج هذه السلبيات الدقائق الأخيرة. قاعد نضيع فرص كثيرة لكن الحمد لله على كل حال.
راضين عن النتيجة؟ لا والله ما راضي عن النتيجة لا ما. ثاني مرة نقول هارد لك، تعادل كم ويانا آخر دقائق، تعادل الكويت ما بخش حق الكويت طبعا فريق كبير، لكن كنا أقرب للفوز المباراة، كانت مباراة لنا أقرب، وأكيد التعادل بالنسبة لنا بطعم الخسارة، خصوصا الكويت إنه يعتبر منافس لنا وفرق عن 4 نقاط، فكانت ممكن تقربنا نقطة عن الكويت، الكويت مركز الثاني. لكن هذه كرة القدم بعد الحمد لله على كل حال. طيب شو اللي يصير في السالمية؟ قلة تركيز في الدقائق؟ والله شوف مو هو قلة تركيز، واحنا الأمانة عجزنا استبدلنا عدول الصيفي في اللاعب أحمد ديب السوري على أساس أنه نسكر العمق عندنا في الدفاع، لأن الكويت راح يلعب كرات الطولية كرات العالية. هذه احنا نقول بالعكس، الفريق كان تركيزه عالي، الكويت ما خلق ولا فرصة في المباراة، مع أن نادي الكويت فريق قوي وفريق يعني فريق ما شاء الله يملك ترسانة بالهجوم، لكن قدرنا أن نحد من خطورة الكويت، ما له فرص في المباراة، بعكسنا احنا اللي ما اشتغلنا الفرص. لكن هذه كرة القدم، الفريق الكويت يمكن متعود أنه يعني ما يستسلم بسهولة يعني. لا الحمد لله هذا التعادل، هذه نقطة، هذا دوري مو مباراة كؤوس يعني تخسر تطلع ولا تخسر فيها نقاط. لا الحمد، احنا هدفنا وطموحنا كان الفوز، نبي نتيجة أفضل، نبي نحافظ يعني على الصدارة بإذن الله، ولكن هذه ظروف المباراة، يمكن كابتن محمد إبراهيم عطى كل واحد دور داخل الملعب وما قصروا اللاعبين صراحة، أدوا اللي عليهم، بس يعني تعرف ظروف المباراة، يمكن دش علينا هدف خلى اللعب سريع، كابتن محمد إبراهيم تغير تغييرات ثمرت بالنجاح لله الحمد، بس لله الحمد ان شاء الله المباراه القادمه تكون افضل باذن الله. بالعكس قولنا بالتالي، فاعتقد نقول نتيجه مرضيه، يعني بما ان قولنا في اخر الدقائق نقول الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال، ضاعت منا فرص بالبدايه بالشوط الاول، ايضا هناك بالشوط الثاني السالميه كان متكتل بالشكل قوي ويجيد الهجوم مرتد عند العناصر القويه اللي جيد فيها وسجل منها هدف واستفاد منها الهدف هذا، دخول احنا بعض العناصر الجديده علينا اللاعبين المحترفين شوي عليهم أن يتقلمون مع الفريق، لله الحمد نقول المشوار طويل. والآن مع جولة على أحوال الطقس وفيها استعراض لدرجات الحرارة المتوقعة ليوم غد في مناطق الكويت. وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نذكركم بمتابعتنا عبر موقع تويتر الراي ميديا جروب، كما يمكنكم مشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على اليوتيوب الراي يوتيوب. إلى اللقاء.